مرحبا. اليوم بدي ورجيكم Total War Three Kingdoms. Total War طبعا سلسلة معروفة كتير، صار لها تقريبا 15-20 سنة، ما عاد تتذكر بس كتير زمان. بلشت ب Total War Shogun، وفي عندك كتير ألعاب، وآخر شيء كانت Total War Warhammer، في أب كمان أظن Thrones of Britannia أو هيك شيء. المهم هي Three Kingdoms هي آخر جيم من Total War، وأحداثها بالصين. تقريبا كل اذا بتعرف تلعب توتال وور هي نفس طريقه توتال وور تبع كل شيء مع تغييرات خفيفه شوي. في شغلات ظريفه كتير. بشكل عام هي احسن كميكانيكس كاليه لعب من الاجزاء اللي قبلها. خليني اشرح لكم كيف. طبعا هي بالصين، في لها نكهه صينيه. يعني مثلا اذا بتجي بتطلع هي الريفورمز اللي هي السياسات اللي فيك تعملها كلياتها هون، كل واحدة منهم طبعا بتعطيك شيء. واحدة بتعطيك زيادة دخل، واحدة بتعطيك مثلا جيش، انه بصير الجيش اسرع بنضم له الناس بشكل اسرع، عندك كذا كذا كذا، في كتير اشياء. طبعا هلا هون في شغلتين الاساسيات اللي يضافوهم بهي الجيم المهمين، هاي وهاي، تمام؟ وحتى شغلة السبايز حتى كمان فيها تغيير الجواسيس. خلينا نبلش بهاي كورت، مع انه موجود كان بقبل بس هون شوية طريقة استعماله اسهل. هون بيورجيك الفاكشن تبعك اللي هي العائلة اللي انت بتخودها. هذا الملك بين قوسين، طبعا هو الرئيس تبع العائلة مو الملك، يعني انه هن عوائل ما في ملوك، بعدين بصير ملك. هلأ هو ماكي، في إلون هلا شغلات بفرجيكم اياهم بعدين، اظن هون هنين اذا فيك تشوفون. لا بدنا نطلع لبرا. المهم ففي الملك وفي واحد من اولاده هو ولي العهد، وفي عندك الشانسلر، هدول الوزراء تبعك. ففي عندك المستشار مدري شو، هدول كلهم بيفتحوا لما العائله تبعك بتتقدم. كيف تتقدم؟ لما تعمل اشياء، لما تروح تزبط امور كذا بتاخذ بوينتس، هاي البوينتس بتنضاف على شيء، بقوم كل شوي بتصير انت بتترقى بالمجتمع الصيني، وبتصير بتكبر وبصير بيفتحوا لك اشياء اكثر، تمام؟ هلا هون عندك اللي هن الجنرالات تبعك اللي هو فيك تجي تاخذهم وتعينهم. هون في هون ادمنستريتورز، هذول مدراء، بتحطهم مدراء على مدن، مثل خلينا نقول مثل والي يعني. وهون الوزراء تبعك، وفي رئيس الوزراء، وفي ولي العهد هون. وكل واحد مثلا ليش لازم تحطهم؟ لانه كل واحد من هدول الشخصيات عنده طموح. طبعا هلا بجي عليهم بفرجيكم اياها. هون الفاميلي تري، العيله طبعا، في هذا كان موجود انقتل بمعركه، هذا الاب انقتل غدر، وهلا انا بحرب مع مجموعه تانية لانه قتلوه. طبعا انت فيك تتركهم لما انقتل، طلعت لي مسج انه قتلوه الجماعه الفلانيه، هل بتحب نعلن عن الحرب ولا بدك تمرقها؟ انت كمان براحتك. هدول طبعا ولاده، هذا ولي العهد هون النصاني، ما بعرف ليش لما بلشت الجيم كان هو ولي العهد، بس في واحد اكبر منه بس ما بعرف ليش ما اخذوه. وحتى كان في عندي جنرالات اثنين تانيين حاولوا يغتالوني واعدمتهم. الفكرة وين؟ خلينا نرجع هون، سوري. كاركترز، هدول الشخصيات اللي بالجيم كلياتهم بكل الأماكن. هون بيورجيك علاقة الشخصيات ببعض، في شخصيات بيحبوا الشخصيات التانية، وفي شخصيات ما بيقدروا يتحملوا التانين. هلأ شو الفايدة؟ الفايدة إنه إذا واحد منهم موجود بنفس المكان اللي فيه الشخصية التانية حتلاقي حتصير مشاكل. هون مثلا هاد بيقول لك هارموني ديس هارموني جنرالز ان دي ارمي، هو هاد ما له طايق هاد، متضايق منه، ما بده يكون معه، اوكي؟ فهذا الشيء بيأثر على الاداء تبعهم بالمعركه، انه هن ما كثير طايقين بعض. هلا هن كانوا اصحابه بعدين بطلوا طايقين بعض، ما بعرف ليه. طبعا وكل واحد من الشخصيات له شو اللي هي البيج تبعه هون، ففيك تجي تشوف الريليشنز. بيقول لك disregards diplomacy، انه هو هون all in mystery I found our mutual difference to be aggravating. هذاك بيحب يعمل دبلوماسي، بيحب يصالح، هذا بيحب يروح يقاتل لأنه
مره مدري شو صار، هذا كان بده يعني اعدم المدري مين وانا مرقت لهم اياها فهو زعل. ففي هاي الشغلات this is هذا كتير شيء حلو لانه بصير بيأثر على علاقة الجنرالات عندك، الخيانة وما الخيانة، ممكن واحد يقلي بيروح على الاعداء تبعك ينضم لهم، ممكن تجيب حدا من الاعداء تجيبهم لعندك، كله هذا موجود. طبعا كمان شغلة تانية، طبعا كل واحد منهم عنده ستاتس مثل الار بي جي، مثل العاب الار بي جي، وهون فيك حتى تعطيه اسلحة واواعي. تمام، يعني هون مثلا فيك تجي تقول له مثلا هذا بيكون المساعد تبعه، فيك تحط له اياه غرض بشيله معه، كل واحد منهم بيعطيك بونس معين. هي مكتوب على اليسار ليك هذا كلي بيج مثلا، على اليسار كاتبين بلس 4 اوثوريتي بلس 4 ساتسفاكشن، فهدول بيزيدوا بينقصوا حسب البوينتس اللي بتحطها هون. هاي فكره انه الجنرالات شخصيات وبيحكوا مع بعض وبيزعلوا من بعض، هي شغله كتير حلوه ما كانت موجوده من قبل. موجودة بشغلات مثل كروسيدر كينجز وأشياء البارادوكس المعقدة، بس هون ضايفينها، وضايفينها بطريقة سهلة كفاية إنه ما تخرب كتير، لأنه عادة التوتال وور هي عبارة عن المعارك أكتر من شغل الاستراتيجي الكبيرة، أوكي؟ بس هون ضايفينها بطريقة حلوة. الشغلة الثانية هي الدبلوماسي. هلأ ما فرقت كتير كأشياء اللي بتعملها عن بقية الجيمز، وإنك بتروح بتقول مثلا أنا بدي أعمل دبلوماسي مع حدا من هدول، تجي تقول هون مثلا بدي احكي مع هاد، تقول له مثلا عندك اوبشنز كتير، تقول له وور مثلا ديكلير وور، ممكن تقول له بدي اياك تحارب عني، يعني مثل هون مثلا هاد اللي هون هدول اعطيتهم استعملت نفوذي لحتى خليهم يحاربوا هدول عني بدالي، وهلا انا بالمعركه مع هدول ومع هدول وهذا معي. تمام، تريد اند مارج، فيك حتى الشخصيات اللي عندك فيك تزوجهم لعوائل تاني وبصير في تحالفات وما بعرف شو، في كتير اشياء بالجيم. فاسلز هي بخليك تقول له انت مثلا انا بدي انضم ل بدي يصير تابع لك او خليه هو تابع لي، طبعا هي بصير مثلا بيعطيني بس مقابل انه احميه مثلا، اوكي. Diplomatic treaties فيني اعمل له manipulate لحتى حسن او نزل، يعني مثلا بيجي بقول له مثلا نيجاتيف، بقول له انت بروح مثلا بقول له والله هدول الجماعة عاملين لك مشاكل ما بعرف شو، فبقول له دير بالك، او هدول لا لا ممكن نصالحهم مع بعض او هيك، فانت ممكن تصير تلعب على الدبلوماسي لحتى ناس يساعدوك. وهذا يعني عندك مثلا اذا بتجي تطلع هدول الاثنين هاد وهاد، اوكي هي هون دبلوماتيك ستاتس الزرق، هدول كلهم حلفائي، فهلا هيك كل ما تصير معارك صاروا يخافوا منا الباقيين لانه هيك كلياتنا مع بعض متحالفين، فهي شغله كتير منيحه. كان بالاول ما يرضوا يعملوا معي معاهدات وكذا، بس لما صاروا هدول الاثنين حلفائي وعم نساعد بعض انه نكبر، اوكي. هي كلياتها موجوده. حتى هون في شغله اسمها كويك ديل. الحلو بالكويك ديل انه مثلا بدك بدل ما انت تروح تكبس وكذا، بيقول لك مثلا مين في حدا مستعد يعمل ميليتري اكسس، فهدول موجودين وعم يقول لك ميبي انه ما ممكن، فمثلا بقول له ميليتري اكسس يعني اني اقدر مرق جنودي من الارض، بقول له نيغوشييت، بيجي هون بقول له نيغوشييت ديل بده 15.2، فمثلا بيجي بقول له بعطيك هاد هدية مقابل انك تقبل معي بلس 2، ما بكفي بدي روح مثلا اقول له اعطيك فلوس، اعطيك مثلا ارض، اشياء لحتى اقدر اعدلها، فهذا الميبي. هلا في منه بيقول لك نو انه ماني مستعد اصلا اني اتفاهم معك، يعني هاي مثلا بيس، اذا ممكن اعمل بيس مع هاد ممكن او مع هاد، هذا بيقول لك ميبي انه ممكن نعمل بيس، مستعد بس بده يتفاهم، هذا دغري بيقول لك اوكي. فهي حلوه انه ما في داعي الاشياء اللي هي الكومن اللي بتستعملها كتير حاطينها هون بهاي الليست، ومجهزين الليست للناس اللي مستعدين يتعاملوا معك بهذا الموضوع. هم مثلا بيكون فاسل اني انا اصير انضم لهم، اصير تحتهم وهكذا. الشغله الثانيه كمان في الموجود هو السباينج. السباينج هون صار هيك، تجي بتقول له انا بدي احط سباي، بس مشكله ما معي فلوس لحتى ابعت سباي، بتقول له انا بدي ابعت سباي واحطه على انه دوله وبيروح،
بيصير من هون بنلعب السبايس. كان زمان تبعته ايجنت وتحركه على الماب على الخريطة بدك تقول وين راح وين اجا، هون عاملينه بلستة واحدة وخلص مريحين حالهم. في عندك الريكوردز، هاي بيورجيك التاريخ شو صار، يعني هون مثلا اذا بتجي بتطلع بورجيك الارض تبعك كيف تطورت مع الوقت، تمام. هون بورجيك الكاركترز، كل الاشياء هون معلومات حلوة يعني بشكل عام جيد جدا. هذا في عندك الفاكشن كونسل، بتجي بتقول له مثلا انا بدي احكي مع الوزراء تبعي، بصيروا بيعطوني مهمات، اذا خلصت المهمات بصير باخد بونس. مثلا هون سبورت فروم نوبيليتي، لانه عملت لها لهي ليدي بيان اللي هي فعليا مرته لقائد العائلة، حاطط الشانسلر تبعي اللي هي المستشار، بلس 10% انكم فروم بيزنتري، عم يعطيني انكم من الخيم، عفوا من الضرائب. مهم، بس طبعا هذا كله بكم. والسبب الرئيسي اللي الواحد بيروح فيه طبعا هون كمان قبل ما نروح، السبب الرئيسي اللي الواحد بيروح فيه لهيك جيم هو مشان المعارك واللي هلا حنشوفها. طبعا هون الكاركترز كلياتهم بورجيك ياهم، هل هو مبسوط مو مبسوط، فانت اذا حابب تعرف مثلا انه هذا ليش مو مبسوط، شو المشكله. في هذا الوزير اللي هو تشاو بي اللي هو فعليا ابنه، موجود وهي مزعوجه منه ما بدها اياه ممكن موجود، ممكن اذا طلعته من المكان او من هي لا مينسترز ان اوفيس زعلانه ليش هو معهم بالبلاط، اوكي، فهي مو متحمله يكون موجود معهم. كوغانغ مثلا، هذا مثلا زعلان لانه في هدول الناس موجودين بنفس المكان. طبعا هلا في هون معركه حتصير. شغله حلوه كمان انه حتى علاقاتهم مع الشخصيات اللي من عوائل تاني، يعني ممكن يكون واحد بالعدو بعائله تاني يكون عدو العائله بس يكون صاحبه شخصيا، فهي شغلات بتاثر كمان مرات كيف ممكن تصير المعركه او كيف القصص هاي. اوكي، هون المدن، طبعا هون المدن فيك تعمل ابجريد للمباني تظبط امورك، كل هاي القصص موجوده. المعارك، انا عندي هاد هاي البنت، سوري، هاي وحده اجت قائده الجيش، جايبه الجيش تبعها واجت على المنطقه تبعي وحاولت تحتل هاي المزرعه، اوكي، اللي هي هاي الارض. وقبل ما اكمل على الارض، هلا هاي المزرعه اسمها يانجو، اوكي، يانجو فعليا هي هاي القطعه وهي القطعه وهي القطعه، فكل هدول القطع ثلاثه اربعه، هدول الاربعه كلهم منطقه واحده، اذا حكمتها كلها بتاخذ بونص، اوكي. فدائما بتحاول شو انك تعمل تحكم كل المنطقه كامله. فهم بيقول لك اوند كوماندريز، المنطقه بسموها كوماندريز، خلينا نقول مثل الولايه، واللي انا عندي اياهم كلهم هون موجودين، فيك حتى تطلع على كل وحده فيهم وقديش عم تجيب لك فلوس. هي عم مثلا عم تخسرني الستي 59 بس بدي اشوف ليه، ممكن عم اعوضهم بغير مكان. وهدول كونتندد، يعني في جزء منهم محكوم من حدا تاني. يعني هلا هون مثلا هاي بينغ تشينغ، اوكي، بينغ تشينغ في التمبل، المعبد ليكو الجرافيكس ما احلاه، هذا المعبد حلو هون منظره. وهي المزرعه وهي المدينة، تمام؟ فإذا تكون حاجز الثلاثة لتاخذ البونس، بس هاي جاي مع ناس تانين، والمشكلة إنه هدول الناس تانين أنا وياهم بيناتنا معاهدات، فما فيني روح حاربون وآخذها هلأ، ما لها قضية كبيرة، ممكن بعدين خليهم ينضموا إلي بس أكبر مثلا، بدمجهم بالمملكة تبعي وهالقصص هاي، تمام؟ في عندك آخر شيء هون كمان اللي هو الفاكشن سمري، هون بيورجيك الفاكشن ستاتيستيكس notable characters، اهم الشخصيات. هذا مثلا عنده 16 معركه تحت ايده، عمل 2 duels. هلا بقول لكم شو الدولز، هاي شغله فظيعه بصراحه الدولز، انا كتير حبيت الفكره. وهون بيورجيك الاعداء تبعهم مين، هاي كل 13 سنه لنا شغالين، طبعا كل العداد بيمشي كل تقريبا فصل، يعني ربيع خريف، سوري ربيع صيف شت خريف شتاء وهكذا، اوكي. وهي البوينتس هون بيورجيك اللي هو الليفل تبع العيله، فهلا ماركي لازم اوصل للماركي، بعدين بيقول لك مثلا
لما توصل gain 33 additional prestige. البرستيج تاخده لما تعمل اشياء لحتى تصل الماركي، بعدين بيعطيك هاي البوانيس. تمام، نسكر هاي ونعمل المعركة. ناخذ هذا الاخ ونهجم على هاي. هلا هاي هربت، اوكي ما بدي اهجم بهذا لحاله لانه هذا اذا راح لحاله حيموت. فانا عم احاول حاصرها وهربت، فانا حاعمل نيكست تيرن ونشوف وين حتروح. اذا هذا ممكن نهجم على مدينه. طيب بيجيك عالم بيعطوك دبلوماتيك بروبوزلز، بيقول لك فاسلج تعالوا انضم لي وصير جزء من مملكتي، وبسمع بضمن لك انك انت تحكم نفسك بنفسك، بس حتدفع لي مثلا كذا مدري قد ايه شهري، وبدي اياك تعطيني هاي الارض. طبعا حلو هذا حكي فاضي انقلع، مو مشكله. اوكي هلا بورجيك التحركات تبع الباقيين. طبعا هن جاي عم يحاولوا كل فاكشن عم يعني كل عيله عم تحاول تجي تضرب على العيله الثانيه. اوكي هون بيورجيك شو. اوكي خلينا نعمل اول شيء هذا لازم نظبطه. انا كنت حاطه مارش اللي هو اللي بيصير بيمشي بسرعه. حلو كتير. هلا هيك منحاصره. هلا هيك المفروض ما تقدر تهرب، المفروض يعني. هون طبعا بورجيك اللي هي شو الاشياء اللي صايره. امبوش، في حدا هون مترصد انكشف، بس قاعد متخبي بالشجر وعم يحاول انه شو مشان يصيد حدا. هون بورجيك انه في ناس اجوا على البلاط لو حابب انك توظفهم. مهم خلينا بالمعركة تبعنا. هذا شو وضعه هون؟ لا هذا مو عندي. طيب نحن هون. تعا انت. ايوه هيك محاصرة، بدي صيدة بدي صيدة، ما في مجال. ممكن تطلع جنرال تاني واضرب عليها من هون. بس والله فكرة بتصدق. تعا ريز ارمي. هلا انا بهاي المكان نشوف معنا فلوس. معنا فلوس بنعمل هذا الجنرال. كويس الجنرال هذا، ليش لا؟ خلينا نشوف اذا حيقدر يهرب الدور الجاي. هو انا لازمني جيوش لانه كبرت المملكه تبعي او ممكن ادمجهم كمان مع بعض. يو جيف جوين. اوكي بدهم ايانا نهجم على كونغرونغ اللي هو هاد، ومستعد يدفع لي 3500 لنشوف. هلا المشكله عم يقول لي هون عم ينبهني انه انا احنا بيناتنا معاهده، واذا عملت هاي المعركه حينقص مني، حيصير الريبيتيشن تبعي اني انا ماني منيح، فانا ما فيني اقبل هذا شو اسمه، ما فيني اقبل هاي. بدي الغي المعاهده اللي بيني وبينه قبل ما اعمل عليه حرب. والله هذا لازم يهرب. ريتريت. انه بدي ضل عم بلحق وراه، معقول يعني؟ عجيب. فاكشن ديسترويد تاو يينغ اظن. ريفنج تحققت ال حققنا شو اسمه الانتقام من هدنك اللي قتلوا ابوه، لانه انا فعليا دفعت للناس يروحوا يقتلوه. اوكي ثرو كومينج ذا كابيتال از سيفد اند از سيكيورد كنترول ذا فولوينج وان سيتلمنت لو يانغ لارج تاون. اوكي فاين. تعا انت لفوق وانت
ايوه امباركينج انت تعا سترايك هارد تو اكشن او كم اون ان ويستم فور تشاينا ريدي يور سيلفز مارش از وان اوكي هلا المفروض اني اقدر اصيده كونتمبليت Yes, finally. Okay. Large army battle allow you to control two armies at once. اللي حيصير هو انه هاد حيدعموه هدول الاثنين. فحاعمل start battle وارجيكم شلون المعركة حتكون. طبعا هلا حيعمل load للمعركة. ممكن يطلعوا هلا يطلعوا الجنرالات هون ويحكوا لنا خطبة عصماء. مو دايما حسب. معظم الوقت اذا كنت ب مرات مو دائما بيطلع بيحكي هيك نحن حننتصر نحن فظيعين ما بعرف شو اوكي هلا هو هاد لحاله معه بس اثنين فما بظن حيقدر يهاجم هدول فانا شو لازم اعمل طبعا هي ارض المعركه عم ورجيك اياها في شجر فيك تتخبى بالشجر انا اللي حاعمله اني حانتظر لحتى يجي الدعم بعدين بدي زبط اموري انه هاجمه تعا انت تعا لهون ليش لهون لانه بس يجي هاد حلو هاي اول جزء من الجيش هذا الدعم كلهم خيول وجنود على الارض هذا كتير جيد الكلام هذا الكلام جيد جدا وهذا كمان جزء تاني من الجيش هلا هيك شو بنعمل بناخذهم كلهم بنقول لهم طال عمركم تعوا هيك اوكي هلا هاي الجنرالات تبعه وهذا الجنرالات تبعي هلا ممكن يصير انه يصير دول شو يعني دول يعني حييجوا جنرالين من الجنرالات ويعملوا مبارزه هلا خلينا بس نعمل فاست لحتى نشوف امتى حيطلعوا كلهم يصفوا مع بعض اظن اني حجمعهم هون بالنص حتى في منجنيق هون هلا طبعا حياخد ألف سنة ليصل بس مو مهم أظن جيشي أكبر من جيشه anyway فحيتبهدل هو طيب صفوا هون صفوا تمام هلا الحلوين عندك طبعا الجنود منظرهم فظيع والجنرالات كل واحد حسب اللبس اللي انت ملبسه اياه وحسب السلاح اللي شايله بيتغير منظره كمان فهي شغلة حلوة يلا جو 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 اللعبة كتير سموث هلا جهازي انا قوي كتير بس بشكل عام حسب الريفيوز اللي شفتها اللعبة مزبطين بشكل ما تعمل كتير تعلق بسبب شو اسمه الفريم ريت جيد وكذا يعني هلا انا هون شغالي على 30 فريم بس كمان بنفس الوقت عاملها هاي سبيد فكلهم ماشيين بسرعه وهذا فالفريم شوي بضرب بس بشكل عام الجيم كتير جيده كاداء يلا لازم نحط الجيش كله مع بعض ما بيمشي الحال نقسمه لانه اذا قسمته ممكن يتبهدل خلينا نضربهم ضربه رجل عاشر واحد طيب هاد حيعمل دول out of range out of range out of range حانتظر لحتى يقربوا عندك الكاركترز بيعملوا دولز هن هدول الاحمر والاخضر والسوري الاصفر والاخضر والازرق هدول بيعملوا دولز فاللي بيصير لما تعمل دولز هو انه هلا ممكن انا اخذ الجنرالات تبعي واعمل لهم 1 وقال له تعال وقفوا قدام وشوف مين بيقبل نعمل دول معي هلا الا اذا بلشوا بقى شو يرموا عليهم اسهم اللي بتصير قله ادب هاي دول
I must prevail. هلا هاد حيتقتل مع هاد هون بالنص. هاي هون حيصير معارك بالنص هون مبارزات بينهم. فهذا نزل وحيتقتل مع هاد. هلا نحن واحد فيهم تبعنا اللي هو الاخضر اثنيناتهم خضر اللي على راسه ريشه. ايوه هذا الدولينج. طبعا هون حيبلشوا شو ينزلوا ضرب بعض ونشوف مين فيهم اللي حينتصر. شغل مورتال كومبات العادي. الشاب هون الشاب اللي تبعي وهي البنت تبعهم وهدول الاثنين شو اسمه انجيج دول. هات لنشوف في حدا تاني مستعد. لا هو عنده بس ثلاثة. الثالث ما بيعمل دولينج لانه وبيقعدوا بيحكوا مع بعض انه بيقعدوا بيسبسوا ببعض يعني. تمام هلا هون بيورجيك فوق عنده الهيلث تبعه كل واحد وبيورجيك مين المنتصر. فانا على الاغلب هون رح افوز والمفروض هون كمان افوز. هلا اذا هربت من المبارزه فيك او اذا خليت الجيش يتدخل او حدا تاني يتدخل بيجيك بنالتي على البرستيج تبعك وكيف الناس بتطلع عليك. هلا هون حيصير اعدام. يعني كثير متعبين حال. هذا مات. ايوه ارجع على هذا تبعك. هاي شكله حتقتله لهذا. ارجع لورا ارجع. هاي المبارزة لسه شغالة. هروب انت بليز وانتو استلموه لهذا الحيوان لعنه خيره. طيب هذا المنجنيق جاي عم يقرب. هلا ممكن انه نضرب فيه. طيب شو صار بهي المعركة؟ قربت وهنيك طبعا شغالين ضرب ببعض عادي يعني بكملوا. ممكن يكون فوق الجسس قاعدين عم يتقاتلوا هذول ما عندهم مشكلة. ممكن بنص المعركة يقولوا خلينا نتبارز إذا تقابلوا قدام بعض. الفرجة هذول لحالها فيلم خالص. هذا المشكلة هلا. هروب لأنه هذا حيفوتوا عليه. ارجع لورا. تعرف روح شد. الاحصنه زراف انه شو تعمل بتصيد فيهم ال بتبعتهم لحتى تصيد فيهم اللي ورا. هلا مثلا بتودي هذا هيك. المنجنيقات هلا حتبلش كمان تضرب من بعيد. وفي هذا الجنرال هذا ما بيقاتل. هذا معه مروحه. هذا بيسموه استراتيجيست بس معه سيف. يعني اذا اضطر يتقاتل بيتقاتل. هاي المعركة خالصة يعني. هلا كلهم ببلشوا يهربوا. بس يبلشوا يهربوا انا ببلشوا نظف. فهي الحلاوة بقى وين اللي هي المبارزات. هاي مبارزات ظريفة انه كمان تعطي بونس انه اوه فاز عليهم فالجنود تبعك بيتحمسوا اكتر لما تقتل.
طبعا هذيك بهذيك بيزعلوا انه الجنرال تبعهم مات او المبارس تبعهم مات، فهي شغلات نايس. اورايت هون شغالة معارك وضرب وقتل، هاي طبعا عم حاولوا يقتلوها، ممكن يقتلوها ممكن لا ما بعرف. بس that's it. هات لقلك خلينا نهاجم هاي وننهيها بقى. الهيلث تبعها مبين ما ببين. طيب هلا هاي ممكن على الاغلب ممكن تنأسر، فحاعمل كليم فيكتوري واعمل اند باتل. بس تخلص الباتل رح يورجيك شو هي النتائج. طبعا هون بيقول لك مثلا كان عندي هون شيء 5000 واحد او 4000 وشوي، هي كان عندها 500. قديش انقتل منهم، قديش بقي منهم، اوكي. والمعركه اخذت 11 دقيقه. طبعا هون حيقول لك هون عم يورجيك القتالة طبعا decisive victory قديش اخذت فلوس من الهاي. وعندك 3 options، يا اما بتاخد فلوس 775 حسب طبعا كل معركة، يا اما بتاخد military supplies. military supplies لحتى تدعم الجنود تبعك، لحتى تقدر تمشي الجنود لازم يكون عندك military supplies، او 9% replenishment. replenishment هي اللي بترجع 9% من جنودك بيرجعوا، اوكي. فانا حاخد المصاري، مصاري جيدة. مرات الجنرال اللي بقيان تقدر انت مثلا اذا ضل حدا فيك تأسره، فيك تقتله، فيك تعمل له اعدام، يعني ممكن ترجعه وتاخذ فلوس اذا انمسكت. بس شكلها هي هربت. ايه مهم. هلا فينا نعمل دمج لهدول، هدول صاروا جيش واحد. وهكذا تثبت جنودك بشكل انك ترتب ترتب المكان. هات لك هذا هون، ما فينا نعمل ميرج لانه صار هدول كله فل. اوكي طيب انت حترجع توقف هون. لا انت روح المدينة. مارش مشان يمشي اسرع، بس ما فينا ما في يعمل شيء غير انه يمشي. وانت راح تروح على هاي. وهلا شو حاعمل؟ حبلش بقى اني جيب ناس لحتى يكبر الجيش وهكذا. هون بيقول لك مثلا killed in battle، مين اللي مات؟ هاي انقتلت خلص، انمسكت انقتلت قبل ما تمسك. وبيقول لك انه نحن جميع كل الاحترام للي ماتت وكذا، وندافعت عن حتى لو انه العدو. فهنا عندهم هذا الكونسبت تبع الاونر. طبعا هون فيك تعمل ابجريد للمباني، مثلا 75% فود برودكشن، 50% انكم. هذا بيعطيك فلوس اكثر، هذا بيعطيك فود اكثر. فانا بدي فلوس اكثر لانه ما شاء الله عندي 25 فود، ماني عارفان شو بدي اعمل فيهم. بتبلش تحاول بقى شو بدك تسيطر على العالم اللي هو الصين القديمه. كمان اخذين شويه من روايه الرومانس اوف ذا ثري كينجدوم، اللي هي روايه صينيه مشهوره كتير عن الجنرالات اللي بيتقاتلوا مثلا حد بالاخير لحتى والهدف من اللعبه انك تصير الامبراطور. الامبراطور اظن مدينة الامبراطور هون اذا ماني غلطان هاي اي ثينك هون، ما بعرف في وحده هون هي مدينة الامبراطور اعتقد هاي. ايه وفي اشياء بتصير يعني، فالجيم لذيذ. انا حبيتها بصراحه يعني. اكثر وحده عجبتني بعد شوغر. هلا وورهامر هذيك شغله لحال، بس عم نحكي على شغله تاريخيه. تقريبا هاي من احسن العاب التوتال وور اللي طلعت قريبا يعني. مهم نصيحة للي بيحبوا هذا النوع من الألعاب، وشكرا كتير. لا تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب وشير ولا تنسوا الجرس، ونشوفكم بعدين.